بتغلب دي صعبة شوية. ليه صعبة شوية ليه؟ لا هو طبعا ده أولا اتغلب في كاس نادي من بايرن. فرقة اسمها هولشتاين درجة تانية، صح ولا مش صح؟ عندك حق، طيب صح طبعا، عندك حق، يعني الأهلي ما عندك حق. يعملهاش؟ لا الأهلي يعملها طبعا، بس كده، يعملها بعدين انت راجل اهلاوي يعني، خلي في بس حته يعني كده يعني من تحت. دايما دايما في حتة، والله دايما في حتة، بس هو بالذات يجي ما عند هو البايرن باين بالعلم اللي يعني وراك، الموضوع يبقى صعب شوية. باين في حته، كنت احط علم الاهلي وعلم بايرن ميونخ يعني، تمشي الدنيا شويه. أنا مش محتاج أحط علم الأهلي ورايا، مش علم الأهلي ما شاء الله في كل حتة كده. ماشي ماشي، اقعد بقى ايه يعني، ادي الكلام اللي متزوق، ما انت قلت في الاول انا بشجع بايرن ميونخ، خلاص انت لخصت، محدش لا هيصدق والله منك اي حاجه، محدش مش بس أنا هيصدقك، اللي بدي الكلام، ها محدش مش بس هيصدقك. أنا اللي بدي الكلام إن ده حتى التقرير بتاع النادي عن الماتش شكر جدا في النادي الأهلي واداله احترامه بشكل كبير جدا، وأوضح إن هو النادي الأهلي بطل الثلاثية 3 مرات في تاريخه، وده يعني رقم قياسي. أوضح كمان إن هو خلال آخر 32 مباراة لم يهزم، فكان تقرير النادي الرسمي اللي نازل على صفحته ونازل على موقعه مدي احترام كبير جدا 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 للنادي ده.